الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ في أسبوعها الثالث ولا حلف الأفق بين الحكومة والمحتجين. فجر اليوم شهد تصعيداً واشتباكات بين الطلاب المعتصمين في منطقة مونغ كوك بعد أن حاول المحتجون إقامة المزيد من الحواجز، وقامت الشرطة ببعض الاعتقالات. وفي مقابلة نشرت اليوم لم يستبعد ليونغ تشون يينغ الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ استخدام ما أسماه بالحد الأدنى من القوة لإلغاء الحواجز التي تعيق حركة المدينة، مضيفا أن شل حركة الشوارع الأساسية بسبب الاعتصامات لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. وردا على مطلب الحركة الطلابية باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، أكد ليونغ تشون يينغ أنه لن يستقيل.